بتعرفوا أحبائي، أصعب شيء إن الإنسان يكون عايش مع شخص قاسي، ما عندوش محبة، متعجرف، متكبر، متغطرس. لكن لما بتيجي نعمة المسيح في القلب بتغير الحياة والكيان، فبنتشبه بصورة يسوع المسيح اللي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. أحبائي، أنا بصلي إنه الله بالروح القدس يبتدي يتعامل ويتفاعل في داخلنا حتى نحصل على هذه الصفة اللي في هذه الأيام أصبحت عملة نادرة، لأن كل واحد بحب فزلكة الكلام، بحب يبين إنه شخصا ما، بحب يبين إنه ذكي ولا عنده معرفة، إنه بتروحش عليه رايحة. لكن الحكيم اللي بيدرك وبيعرف، لكن كل شيء تحت التحكم، تحت السيطرة. الرب يعطينا هذه النعمة اليوم، بصليها من مجمع كفرنحوم لكل واحد في اسم الرب يسوع المسيح.